الانفلاتات عمر ايت مختار، بيان المديرية العامة للأمن الوطني يحتاج إلى تفكيك. هو بيان طويل، نقصد البيان الأول وليس البيان اللي فيه ذكر عدد الجرحى وغيرهم، يتكلم عن كثير من الأمور وكثير من المحرضين والكثير من المندسين والمنحرفين. من هي برأيك هذه الجهة التي يزعجها سلمية الشارع؟ داكور، انا مش موافق مع صاحبي. صافي 8 جمعات مسيرات سلميه. كي تشوف لا ديكلاراسيون دو قيد الاركان، اهتر على عصابه. العصابه هذه الى بو اريتي لي شوز اتون، دونك لي شوز سون ميتريزي. بصح il fallait s'attendre à la manipulation. Moi, la rue incontrôlée, ça peut arriver qu'à cela. مستهدفة من الداخل ومن الخارج. Donc, la déclaration de la police, il y a des faits. كاين ناس تحوس انزلاق، c'est le seul moyen de rester. الشعب، مطالب الشعب sont légitimes, bien sûr. مشروعة. اليوم عندنا المؤسسة الوحيدة الواقفة هي المؤسسة العسكرية. دونك الجيش الشعبي الوطني منسجم مع الشعب. سمعت الحلول اللي نقدروا نشوفوها.